طيب فكرة بقى الضغوط اللي الناس بتتحط فيها دلوقتي، انه خلاص الناس كلها عاملة حسابها ان خلاص احنا داخلين رمضان ولازم نطلع منه خاسين. لازم نطلع من رمضان خاسين، ولا مجرد ان احنا محافظين على وزننا ده تمام قوي، مش لازم ده يبقى التارجت او الهدف بتاع كل الناس؟ بصي، هو حكايه اهداف الخسيه دي عامله اصلا مشكله للناس نفسيه زي ما تقولي، حطاهم في ستريس. فاول حاجه انا داخل رمضان عامل ازاي؟ داخل رمضان تخنان قوي بالفتره اللي قبلها، لان انت لاحظتي ان احنا داخلين من برد، احنا من برد قارس لحر قارس، فاهمه؟ الاثنين كده. فالناس ايه، احنا عندنا المواسم كلها بتتخن، يا دكتوره برد قوي بيتخن، يا دكتوره حر قوي ده ساحل ومصيف بنخرج فبنتخن، اصل رمضان فهنعمل ايه، اصل في شوال، اصل العيد، فاهمه؟ فانا داخله رمضان تخنانه قوي من الشتاء، لا معلش حاول انزل شويه في رمضان، اصل لو ما نزلتش وانا صايمه صعب برضو. يعني ليه؟ اخس ازاي في رمضان؟ طب ده يعني انت ما بتاكلش 15 ساعه. احافظ على نفسي، احافظ على وزني في رمضان مقبوله ممكن نعديها، لكن اخس في رمضان؟ ما بص، انت تقول كده لان انا وزني في المعقول، لكن او تخنان 2 3 كيلو، في ناس طالعه من الشتاء تخنانه بال 15 وال 17 كيلو. لا انا لو ما خسيتش في الفتره اللي انا صايمه فيها 15 ساعه، داخلين بعد كده على عيد الكحك، على فورمه الساحل، على عيد اللي مش عارفه، مش هيخس. اسمع مني، مش هيخسوا ليه؟ لانهم من الصبح لبليل، يعني ان انا امسك نفسي من ساعه لما صحيت الساعه 9 الصبح لبليل لما انام، ولا لما امسك نفسي من الساعه 6 لبليل لما انام، تفرق. اول كام يوم في رمضان عدى بعزوماته، كنا وحشانا القطايف، وحشانا العصاير، وحشانا وحشانا، كلناهم. لو كلنا عادي الفتره الجايه هنخس عادي. مين اللي قال لك ان هي مش وحشانه؟ بقيت ليها خلاص بقى وحشتنا ودوقناها خلاص. خلاص بقى يعني حاسه ان كان اشتياق للكنافه والقطايف وهديت. يعني لو كلناها مرتين ثلاثه في الاسبوع، مش لازم كل يوم. هي انا على فكره احنا ما بنقولش ما تتاكلش، بس مش كل يوم. يعني لسه حد بقرا على الفيسبوك صاحبتي كاتبه، هو في حاجه ما ناكل 15 قطايفه يعني في اليوم؟ حد يعني لا عادي لو قسمنا. انا شايف ان احنا لو قسمناهم على مدار اليوم زي الميه بالظبط. زي الميه ما فيش مشكله. ساعدك بس مش قادره والله، نفسي احاول اخلي. لا والله يعني بقول للناس من غير دايت ومن غير فراخ مشويه ومن غير هناكل سلطه ومن غير هناكل شوربه خضار خالص، لو كلنا بالمعقول في الفطار، بالمعقول بالتبس اللي احنا قلناها، اتسحرنا السحور الطبيعي بتاع خلقه ربنا اللي هو ايه، الفول والبيض والزبادي والفاكهه، الحاجات الطبيعيه. يعني الحاجات الطبيعيه بتاعتنا، بدل ما باكل 3 4 ترغيفه على حسب طبعا وزن كل واحد، نص رغيف، رغيف على حسب كل واحد، على حسب وزن كل واحد. وما حليناش غير حته، يا اما حته محدده يا اما مرتين ثلاثه في الاسبوع بس من الحاجات اللي تتخن قوي زي الكنافه والقطايف كده. غير كده انا ممكن اكل خشاف اللي هو فاكهه مجفف. ماله الخشاف يا جماعه؟ ده ممكن جدا في السحور، ممكن جدا الحاجه الحلوه هيديني فيتامينات ومعادن ومضادات احنا لو شاربين ميه طبيعي. كويس مش هنبقى عايزين ناكل حاجه كده، بديها ميه كل ساعه لانها بتقلل شويه الاحساس بالجوع. ممكن اكل فاكهه، ممكن اكل فاكهه وزبادي، فممكن اخد الحاجات دي كحلو، مش لازم كل يوم اكل كنافه وقطايف. وانا صايمه اوريدي بالنهار، رمت بقى اني معدي اجيب قهوه مش عارفه ايه، عديت جبت شوكولاته، معديين في المكتب معايا جايبين ايه، طالبين اكل ايه، دي راحت. هطلع خاسس لان قلصت السعرات وقلصت عدد الوجبات. ما بيجي رمرمه تانية، بيجي رمرمه تانية، بقيه الاكل اللي موجود على السفره، بقيه الاكل اللي موجود في المطبخ، بقيت يعني لا. ما احنا بقى لازم بقى الناس اللي طالعه تخنانه من رمضان، ماشي محمد؟ عشان انا يعني بعاني. الناس اللي طالعه تخنانه من الشتاء لازم تمسك نفسها. انا اكلت بالاكل اللي لسه موجود في المطبخ، اكلت منه على الفطار اللي انا عايزاه، ليه بعد ساعتين ادخل مطبخ تاني؟ لو حد وزنه طبيعي ماشي، في ناس ما بتتخنش او بتعمل طاقه عاليه جدا فبتحتاج انها تعوض طاقه، ما عنديش. وفي ناس عندها نحافه محتاجه تاكل اكتر، ما عنديش مشكله. اتكلم على الناس اللي طلع، ودي اكتر المعاناه، اللي طلع تخنانه من البرد، كناش قادرين بناكل. الناس تخنانه السنه دي ما بيهزروش، يعني ما كانش فيه هزار السنه دي في الطبخ. بصليش، بصي الناحيه الثانيه. لا الناس فعلا السنه دي طلع تخنانه، الجو كان ساقع جدا والناس كانه قوي. لا دول معلش لما اكلوا في الفطار ايا كان اللي كان موجود، بعد سنه بعد ساعتين ما يخشوش المطبخ تاني، سيبوا نفسهم. لان بجد لو تخنت دلوقتي، لو تخنوا في رمضان مش هيخسوا في الصيف، فهنخش على الشتاء اللي بعده ومش هنخس. تراكمي بقى، بدل ما انزل 2 3 5 7 كيلو بالظبط، هيبقوا 15 20 كيلو، بدل ما كنت هنزلهم في شهرين هضطر انزلهم في 6 و7 و8. وقدرة على الاستمرارية والزهق مش مفيش حد بقى يقدر يعمل دايت شهور مع رتم الحياة. بقت الدنيا مملة جدا. ما انا تاني بقول ايه، نلم نفسنا في اول 2 3 كيلو اول باول يجوا في اسهل وقت الصيام. انا كده كده صايبه، ممكن انام بدري ما اتسحرش، او اكل حاجه خفيفه وانام عشان عندي شغل. يعني في 100 ألف تركه في رمضان ممكن تتعمل تطلع الناس خس.